الليلة كان في حفلة الخطبة. بقول مبروك يعني؟ منشان يكون عندكم علم. بعد حفلة البيت وصلتهم على النادي الليلي وأنا ناطرهم برا. إيه؟ يعني كل شيء طبيعي بالبيت. حسب معرفتي ما في وضع تاني. حسب معرفتي يعني إنه أنا ما عاد عندي علم بأي شيء، وهذا بيعني إنك ما نفعان هنيك. عم حاول أعرف شيء بس أنا. لا تقدم لي تقرير هذا إجا وهذا راح، أكلوا هيك وبطخوا هيك. عطيني معلومات تفيدني إلي، معلومات أكيدة وواضحة بتفيدني بشغلي. قدم لي دلائل بإيدي، وإلا لا تورجيني وشك مرة تانية. العمى شو غبي. صباح الخير. من وين الخير؟ خير، شو صاير؟ القطاط كاسرين الزريعة وما عم يريحوني بنوم. طب هات لساعدك. لا لا ما في داعي، رح كب هدول بزبالة. ايه كبهم. ما عم تخجلي ما هيك؟ بتطالعي له شغل لسليمان افندي ومو همك بنوب. ها سعيد اسمعني شوي، هنيك في حوض حط هالزريعه بقلبه وبلا ما تموت، وبعدين انا بزيد لها تراب وبزرعها من جديد. حاضر يلا، وانا راح اغسل ايدي. صباح الخير. صباح النور. رايحة على رياضة؟ شو هالمواقف هاي؟ شو صاير؟ من بعد هديك الليلة وانتي عم تتصرفي معي لقامي. فرحت لأنك لاحظت هالشي. مع أني كنت مفكر أنه رح نتقرب، بس أنتي بعدتي كتير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. أنا عملت شي غلط؟ زعلتك شي من دون قصد؟ إيه زعلت، لأنك ما اهتميت فيي. أنا فكرتك رح تاخذني لمكان حلو، قمت أخذتني لعند بياع كفتة متنقل بالساحل. قلت لحالي بيصير جو تاني. وبدل ما تهتم فيي ما كان على لسانك إلا أسئلة عن بيت زياكية. كنت بحب تسألني أسئلة منشان تعرفني، بس انت انشغل بالك علي بهذا البيت اكتر مني. جبتوا بندورة؟ ورجيني لشوف. على شو عم تطلعوا يا هوانم؟ شوفوا هالمنظر، مو طالع بإيدها تشتغل وفوقها عم تلهي للولد بالحكي كمان. ما كنت مفكر يصير هيك شيء. أصبح اسمحي لي صلح غلطي ومنطلع شي يوم وباخدك لأحلى مكان. بعد ما حكيت أنا حاج تتغنجي. تركني حتى أفكر. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح الخير يا جماعة. كمان عم تصل إعدام؟ هذا أكل بشير يا آنسة. مثل ما كن شايفين نحن بلشنا بشغلنا، وإنتوا وين كنتوا؟ أنا تمشيت على الكورنيش، لسه بكير فيروز خانو ما بتكون فائت، ماني مستعجلة لأبدأ شغلي بنوب. أنا رح بلش جهز السفرة. تمام.
سليمان، مو على اساس كنت بدك تعمل له مهلبيه لبشير؟ بس تهدى الامور شوي بعملها وباخذ له اياها. اكلات بشير انا باخذها اليوم، وهيك بشوفه كتير اشتقت له. انا ما عم اصدق. منيح، خديله خديله. سعيد بياخدك وبيرجعك. اذا ما حدا اعتزني بالبيت طبعا بوصلها. وقف بالاول، خلينا نسال يلي فوق. رح تقدري تاخدي اجازه من فيروز خانو؟ باخد. منيح لك، ونحن ما بنكون تعطلنا، بنروح لعنده المساء على المرتاح. انا رايحه اتدوش. هالزياره هاي لبشير من كاتيا كتير مهمه، على القليل الولد بينبسط. Thank you.